بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون
لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء Oh.
ضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل الله الذي خلق السماوات والأرض
في الأرض ولا
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم
سَرَابِيلَهُمْ